رجعنا نقوم حتى ندي هذا الشقاء. بسم الله الإله الواحد آمين. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى داهر الداهرين آمين. قبل كل شيء حضرنا أرحب بكم وأرحب أيضا كل متابعينا على الفيسبوك، فنشكر الله لأنه التقنية ممكن أن تخدم الإنسان بشكل جيد، فهي دعوة أيضا أن نستفاد من هالقابلية من هالإمكانية لكل ما هو خير. فإذا مثل ما كنا نحكي قبل أسبوعين ثلاثة، راح يكون عندنا سلسلة محاضرات عن سفر الرؤيا، وحتى نفهم هذا السفر، هذا الكتاب اللي هو جزء من الكتاب المقدس العهد الجديد وهو آخر كتب العهد الجديد، حتى نفهم هذا الكتاب بشكل جيد أريدكم قبل كل شيء أن يكون عندكم معرفة أو مقدمة راح أسوي عن كيفية قراءة الكتاب المقدس ككل، لأنه هذا هو جزء من الكتاب المقدس، فلازم نعرف شلون نقرأ الكتاب المقدس. قبل كل شيء الكتاب المقدس هو كتاب الإيمان، كتاب يحكي على مر التاريخ، على مر الزمان، علاقة الله بالإنسان واكتشاف الإنسان الله بحياته، أو كشف الله لما هو لحقيقته للإنسان عبر التاريخ على مدى قابلية الإنسان لمعرفة هذا الكشف. هذا الشيء كلش مهم، ولهذا نشوف في الكتاب المقدس اختلافات بمعنى كيفية الكشف. الكشف بشكل عام في العهد القديم يختلف عن الكشف في العهد الجديد، فإذا هذا الشيء لازم يكون ببالنا. أخيراً غاية الله من كشف ذاته من إبراهيم بشكل خاص وورانه، غايته هي أن يقول للإنسان أنا معك، أريد أن نسير سوا. ولهذا في العهد القديم بعدين العهد الجديد دائماً أكو عهد بين الله وبين الإنسان، أكو ميثاق. شكل أساسي هذا الميثاق يتركز على هالعبارة: أنا أكون لك إلهاً وأنت تكون لي شعب. هذا هو التركيز، سواء بالعهد القديم بالعهد الجديد هاي هي الفكرة. إذا ما الإنسان جعل الله إله مالته، الله يكون معانا باستمرار. وهذا العهد، هذا الميثاق، كثير مرات الإنسان كسره بس الله ما كسر. الله كان دائما أمين على مواعيد مالته، حتى لما كان الإنسان غير أمين مع هذا الميثاق، مع هذا الموعد. فإذا أكو شيء مهم بهذا الكتاب اللي يتضمن كم سفر تعرفون كم كتاب بينهم؟ 73 كتاب، عندنا 46 كتاب بالعهد القديم، 27 بالعهد الجديد. هذا الكتاب
نقول له كتاب مقدس، بس ما هو قصة؟ مثلاً من واحد يفتح في الكتاب هو قصة من البداية إلى النهاية، كل تم متسلسلة 100% تقريباً. الكتاب المقدس ما هو هالشكل 100%. ولهذا أكو بالكتاب المقدس ما يسمونه، راح أقولها بالعربي، الأساليب الأدبية، أسلوب أدبي. فمثلاً أكو أسلوب القصة، أكو أسلوب الحوار، أكو أسلوب المزمور، أكو مزمور الأنشودة، أكو مزمور تاريخ، أكو أسلوب مختلف. فإذا لما نقول أكو أساليب، الكلمات التعابير تخضع إلى حد ما لهذا الأسلوب. فأحياناً مثلاً أكو مبالغة، فما لازم نقول إذا هوني أكو كذب، وجزء من الأسلوب. مثل واحد يقول الوحدة أموت لك، ما راح يحبها كثير، أوكي إنه قابل، بس ما راح يموت. لا كذب تهمون كي تقصر. فإذا في كل أسلوب، في كل أسلوب للتعبير أكو طريقة اللي فيها الإنسان يعبر عن حقيقة داخلية، ولكن يعبر عنها بكلمات بشرية. ودائما الكلمات البشرية ما هي كلمات كاملة، عندها النقص، ما بدها راح تكون إلى حد ما قاصرة عن إعطاء كل الحقيقة. فإذا هالأساليب الأدبية إحنا ما في صدد دراسة كل الكتاب المقدس، ما بهذا الصدد، ولكن إحنا في صدد حقيقة هالمقدمة، ما مش قدر أطول المقدمة، أريدكم تستفادون منها لما تقرون الكتاب المقدس، سواء سفر التكوين مثلاً، سفر الخروج مثلاً، سفر تثنية الاشتراع عند أسلوب مالته، سفر بعدين عندنا الأنبياء، عندنا القضاة، عندنا المزامير، عندنا كتب كثيرة، كل واحد من هالكتب عند الأسلوب الخاص مالته، من خلال هذا الأسلوب الكاتب أو الكتاب تختلف أحياناً، أكو كاتب واحد، وأحياناً أكو أكثر من كاتب واحد لنفس السفر، لنفس الكتاب. الغاية مالته كانت أن يوصلون كلمة الله لهذاك الشعب بهذاك الوقت بأسلوب معين محدد، بكلمات محددة. هالكلمات وهذا الأسلوب يتحكم بيها الأدب العام الموجود بهذاك الوقت. مثلاً اليوم إذا أردنا أن نحكي بالإنجليزي للصغار، راح نستعمل التعابير، الأساليب، الكلمات اللي الصغار يفهمونها. وانتم كي تشوفون باولادكم، اولاد اولادكم عمر 6-7 سنوات عندهم كلمات مالت، التينيجر عندهم كلمات مالت، بالعشرينات عندهم تعابير مالت، يكبرون عندهم تعابير مالت. اذا كنتم اطباء عندهم تعابير، اذا كنتم مهندسين عندهم تعابير، إذا كلتم فلاحين عندهم تعابير. ولهذا نشوف مثلا على سبيل المثال بالأنبياء، أكو أنبياء هم بنائين، كانوا بنائين، أكو أنبياء كانوا رعاة، أكو أنبياء كانوا فلاحين. فكل نبي من خلال خبرته الحياتية الخاصة الله تعالى من خلاله أراد أن يوصل رسالة. إذن
أريد كيف تركزون على العبارة. الله أراد أن يوصل رسالة. إذن كل سفر، كل كتاب، الكتاب المقدس الموجودة بالكتاب المقدس عنده رسالة. وأحيانا نأخذ مثلا سفر المزامير، عندنا 150 مزمور، ولو أكو مجموعات مزامير، مزامير التوبة، مزامير التمجيد، مزامير الشكر إلى آخره، بس كل مزمور عنده رسالته الخاصة. وما كل المزامير مكتوبة في فترة واحدة، أكو فترة المزامير اللي هي وقت السبت، قبل السبت، بعد السبت، بعد الرجوع إلى آخره. فبس أريدكم أن يكون عندكم فكرة معينة أنه هذا الكتاب هو غني جدا، وحتى نقدر أن نزبر غور مالته، تفهمون العبارة؟ نزبر يعني ندخل إلى أعماق مالته، مثل ما أحد البحر ده يغوص حتى يعرف شكو جو. أوكي، فإذا حتى نعرف عمق مالته ما لازم نقف عند الكلمات، ما لازم نقف عند الكلمة، لازم نعرف كل كلمة ليش انقالت. حتى نعرف ليش انقالت، وهذا شيء هو مهم، أكو ثلاث أشياء ضرورية لازم تكون ببالنا لما نقرأ أي جزء من الكتاب المقدس، أي جزء، عهد القديم، عهد الجديد، توراة، أنبياء، مزامير، أسفار الحكمة، أناجيل، رسائل مار بولس، رسائل الخاصة إلى آخره. ما نقرأ لازم يكون ببالنا ثلاث أشياء. واحد، لازم نفتهم، إذا هي بالعربي لازم نعرفها، إذا ما افتهمناها ما نقدر ندخل على معنى مالتها. إذا واحد يقول لي تعال وأني ما أعرف عربي، ما تفهمون. فإذا أولا لازم نفتهم المعنى بالكلمة، وأحيانا مثل ما قلت حتى نفتهم المعنى بالكلمات، بالكلمات لازم يكون عندنا فد نوع من المعرفة إيش كانت تعني هالكلمة إذا هي إنجيل قبل 2000 سنة، إيش كانت تعني وليش انقالت. ولازم نعرف أحيانا مثلا يسوع دا يقول أو فد واحدة من الأعاجيب جابونه مخلع وهو سياها ما قدروا أن يدخلونه، يقول شالوا السقف. أوكي، هسه لو نقول هذا الشيء لأولادنا هوني والأولاد ساكنين بعمارة 20 طابق، أوكي، فلازم نعرف أنه إثوى قريش، كان أكو صراع، كان أكو أكواخ، كان أكو حيطان من طين وفوقات خشب وشوية حصيرة وشوية هذا، شالوهم يقدرون هسه ينزلونهم. إذا ما نعرف هذا الشيء، إذا ما نعرف هذا الشيء ما راح نفتهم معنى تشالون السقف حتى ينزلون المريض ويكون قدام يسوع. أوكي، فإذا الخطوة الأولى، الخطوة الأولى تنبني على هذا الشيء، لازم نفتهم الكلمة. ومثل ما نسمع مثلا هسه أمثلة مال يسوع خلال الأيام، مثل الزارع، مثل الزؤان، مثل القضايا. إذا واحد ما عنده أي معلومة عن الزراعة ما راح يفهم هذا. إذا الفهم الأولي، فهم الأولي هو ضروري جدا. النقطة الثانية،
حتى نفهم الكتاب المقدس. النقطة الثانية هي أنهم كلما هذول كتاب الكتاب المقدس وخاصة العهد الجديد وخاصة الأنجيل يسوع لما حكى أي مثل، مثل الصارع، مثل الصيد، مثل إلى آخره، ما كانت غايته أن يعلم الزراعة، كان يريد من خلال الزراعة أن يعلم الإيمان. وأريد هسه بقوسين أن أقول لكم أنه كل الكتاب المقدس بمختلف أساليبه بمختلف أقسامه هو كتاب الإيمان. إذن ما هو كتاب تاريخ؟ ولو بينه تاريخ، بينه أحداث تاريخية، بينه أحداث ما معقول تكون هالشكل. أوكي. لما الطوفان مثلا الكرة الأرضية كلها غرقت، ما ممكن هذا الشيء. أوكي. فإذا بينه مفاهيم مالتها، لازم نعرف شنو هي الأبعاد مالتها. فإذا هو كتاب إيمان، بينه تاريخ، بينه قصة، بينه مثل ما قلت أساليب أدبية مختلفة. فإذا شنو الغاية من هذا الحدث؟ أن ينطينا الإيمان. الكتاب المقدس غايته أن ينطينا الإيمان، هو كتاب الإيمان. خلي تكون ببالكم لما نحكي شوية عن سفر الرؤيا خلال سلسلة المحاضرات مالتنا. فإذا الخطوة الثانية هي أنه قصد القائل الكاتب أن يكون إذا هو عهد جديد مثلا قبل 2000 سنة، قصد يسوع لما حكى مثل الزارع أو أي مثل آخر لما قال أن الخبز النازل من السماء، كان كي يقصد هذا الشيء الأخير اللي هو أهم كلته. لما أنا كده قرأنه يسوع إذا هو الجيل، يسوع كي يحكي معي شخصيا، شخصيا لازم نوصل إلى هالنقطة، إلى هالمرحلة. إذا ما وصلت، إذا ما وصلت أنه يسوع لما كي يقول أنا الطريق، أنا الحق، أنا الحياة، إذا ما كي توصل إلي هالأشياء، أنا شخصيا ما استفادت ولا شيء، ما تعنيني ولا شيء إذا ما وصلت إلي. فلازم توصل إلي. إذا لما تقرون الكتاب المقدس يكون بالكم ما ذكر الأشياء تفتهمونه. شراد يقول لهذوك الناس، شراد يقول اليوم أخيرا إلي شخصيا. إذا هالأشياء الثلاثة هي جدا مهمة حتى نقدر نبدي سفر الرؤيا. فإذا وراء هالمقدمة شوية معقدة، بسيطة، سهلة، طويلة، قصيرة، بالتأكيد هي جدا قصيرة، لأنه احنا يعني كان ينطونا تقريبا يعني فصل كامل، لما نقول فصل 3 أشهر مقدمات الكتاب المقدس، 3 أشهر مرتين على الأقل بالأسبوع، درسين كل واحد ساعة، فخلال 3 أشهر تعرفون قد تكون حتى واحد يعرف شلون يقرأ كمقدمات للكتاب المقدس. حاولت أن اختصرها بالنسبة لكم، سواء العمر، سواء الوقت، سواء ظروفكم، سواء ما يكون، بس أحاول أيضا من خلال الفيسبوك الناس اللي كي يشاهدون كي يسمعون، بيناتهم أأمل أن يكون شباب أكثر حتى يقدرون يستوعبون الكتاب المقدس، وهي دعوة خاصة من خلال سفر الرؤيا، هي دعوة خاصة للناس اللي يمرون بصعوبة إيمانية كبيرة، لأنه سفر الرؤيا هو سفر الإيمان في وقت الاضطهاد. إذا راح أدخل إلى سفر الرؤيا.
غالبية علماء الكتاب المقدس اللي يشرحون اللي يفسرون اللي يدرسون أو يدرسون الكتاب المقدس يتفقون بأنه سفر الرؤيا كاتبه هو نفس الشخص اللي كتب الإنجيل الرابع اللي يسمينه إنجيل بحسب يوحنا، وكتب أيضا عنده ثلاث رسائل أخرى، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالث. وأيضا بالرغم من بعض الاختلافات شوية، قسم يقولون أنه سفر الرؤيا محتمل هو في حدود السنة 70-75 وراء اضطهادات نيرون، بس الاتفاق الأكثر شائع الأعم هو في حدود 93-94-95، يعني منتصف التسعينات من القرن الأول على عهد الإمبراطور دومسيانوس اللي حكم من سنة 91 إلى سنة 96، وشن محتمل أكبر اضطهاد على المسيحي ولو فترة جدا قصيرة 5 سنوات، بس كان واحد من أقصر الاضطهادات اللي مروا بها المسيحيين بالأجيال الأولى. في هذا الظرف أيضا المسيحيين الكنيسة الأولى كانت كتمر أيضا بصعوبة أخرى، إذا أكو الصعوبات اللي كتجي من الخارج الاضطهادات، وكان أكو صعوبات كتجي من الداخل، وناس كان كينشرون مبادئ غير موافقة لتعاليم يسوع أو لتعاليم اللي الرسل كانوا كينشروها بهذاك الوقت. فإذا الكنيسة كانت تواجه صعوبات من الداخل وصعوبات من الخارج. فالمؤمنين حائرين، المؤمنين هم في وضع من الحيرة، وين يسوع؟ جواب: سفر الرؤيا، كتاب يوحنا، كتابات يوحنا نوعا ما هي في هذا الاتجاه، في الاتجاه جواب لي أين يسوع وإحنا بهالمضايق. الكتابات هي نوعا ما جواب لهذا التساؤل أو لهذا الألم الداخلي، وين هو يسوع؟ ليش ما كيخلصنا؟ ليش دا يخلينا بهذا الوضع؟ فسفر الرؤيا بناء على هذا الشيء إذا قرأناه لازم يكون ببالنا هو كتاب الأمل في وقت الشدة، لازم يكون مصبوغ بهالفكرة. إما إيش ما تقرون بينه لازم نستنتج منه الإيمان في وقت الشدة، الخلاص بالرغم من الشدة، الانتصار النهائي هو للحمل. اللي كم قرأوا شوية سفر الرؤيا كيف بدوا يفهمون شوية الانتصار، الغلبة النهائية هي للحمل وليس للوحش. أوكي، so هسه بديتم تفهمون بعض الأمور. اللي كم قرأ الكتاب المقدس، اللي كم قرأ سفر الرؤيا. فإذا ضروري جدا أن يكون ببالنا في كل
فصل من فصول سفر الرؤيا اللي هي تصور 22 لازم يكون ببالنا انه الكاتب الموحى من الله وبهالحالة هو يوحنا، ونعرف قرب يوحنا ليسوع كان عنده اسم خاص يسمونه الحبيب او من يحبه يسوع، ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. اذا هذا عنده اولاد والاولاد يفوتون بشده بضيق، ولهذا كثير مرات يواجههم بكلمه اولادي. فاذا يريد ان ينطيهم الامل والثقة من خلال هالصعوبات اللي يمرون بيها، سواء صعوبات الاضطهادات مثل ما قلت اللي كي تجي من الخارج، واحد من الاضطهادات اللي كانت جدا قوية على وقت دومسيانوس، وأيضا هذا النوع من التخلخل من الداخل لتجي تعاليم جديدة تفوت على الإيمان الرسل، إيمان الرسالة أو التعاليم اللي بثوها الرسل، ده تجي تعاليم جديدة. ولهذا أحياناً نشوف في سفر الرؤيا كلمات مثل الأنبياء الكذب أو المسيح الدجال وإلى آخر. فإذا لما تقرونها تبدون هسه تفتهمون ليش يوحنا ده يستعمل العبارة، ليش يستعمل هالكلمات، شنو الدلائل مالتها، الوش دي يقول هالعبارة. فإذا في هذا الظرف، في هذا الظرف يوحنا دي يكتب رسالة مسج مثل ما نقول بالإنجليزي، عنده مسج هي رسالة أمل ورسالة ثقة، لأنه أخيراً الحق اللي جابه يسوع راح هو اللي ينتصر بالرغم من الصعوبات الشدائد اللي احنا داخلين بيها. السفر الرؤيا أيضاً هو ضمن الأساليب ما يسموها النبوية. أوه. معنى ده الأساليب النبوية؟ الذي أيضاً دائماً كان في زمن الشدة، وكل الأنبياء جوا في وقت اللي الناس يزوغون عن الطريق، دا يطلعون عن الطريق. إذا قرأت مثلا سفر الملوك، القضاة، إيليا وإيزابيل وإلى آخره، شلون كثير من الناس اللي دا يروحون، وحتى الملك دا يعبد آلهة زوجته الوثنية، فإيليا دا يجي حتى يعذب هذا الشيء. إذا سفر الرؤيا أيضا عنده الصفة النبوية، ما هذا؟ النبي يشوف المستقبل على أنه حاضر. إذن النبي ما يتنبأ عن المستقبل إيش راح يصير، النبي يدعو إلى أن المستقبل ينعاش اليوم. هذا الفكرة جدا مهمة، وبما أنه عند الله ماكو وقت، ماكو بعد ألف سنة شنو هي، النبي ويوحنا الآن اللي احنا بصدده سفر الرؤيا يشوف هذا الخلاص وكأنه هو الآن، ويطلب من المؤمنين أن يعيشون هذا الخلاص مثل ما الأنبياء كان يطلبون من اللي يسمعوهم بحق، كان يطلبون من عندهم
أن يعيشون ما يريدونه الله، واللي النبي ده يشوف أنه راح يجي هذا الشيء لازم يعيشونه من الآن، ما ينتظرون 10 سنوات، ما ينتظرون 50 سنة، لازم يعيشونه الآن. فإذا رؤية المستقبل، رؤية المستقبل راح تكون واحدة من الأفكار الجدا مهمة لما نبدأ نحاول نشرح فصول سفر الرؤيا. هسه بس أنا أردت أن أعطيكم مقدمة عن سفر الرؤيا بهذه الفكرة، أنه لازم نشوف دائما شيري الكاتب بهذا الشيء. فكرة أخرى جدا مهمة كمقدمة لسفر الرؤيا، سفر الرؤيا أيضا هو كتاب من الكتاب المقدس اللي هو داخل ما نسمينه التدبير الإلهي. سامعين بهالكلمة؟ التدبير الإلهي، أوكي، Divine Providence. Divine Providence معناته الله عنده فت خطة. هالخطة ما تخلص فت يوم، ولكن هالخطة هي في مساء، هي في مسيرة دائمة. فسفر الرؤيا أيضا يريد أن المؤمنين يخلون نفسهم ضمن هذا المساء، وهذا المساء ما بضرورة دائما هو السهل، ما بضرورة دائما هو مفهوم، ما بضرورة دائما أن يكون سهل القبول. فيوحنا يريد أن يضع مؤمنين مالته أولاده الأحباء أن يخليهم ضمن هذا مخطط الله الكبير العام وخطة الله في خلاص البشرية اللي هي ضمن التاريخ ككل. وعلى الأكثر إذا ما كلتم نسبة لا بأس منهم كان يعرفون الكتاب المقدس. طبعا ما كلتم كانوا يهود بالأصل، كان أكو وثنيين من الأصل، ولكن كان أيضا حتما كان عنده فكرة عن الكتاب المقدس من خلال شروحات الرسل، من خلال قراءات تجمعات مالتهم، فكان يعرفون هالمسيرة الطويلة اللي الله بداها من إبراهيم قبل إبراهيم وخلال كل الأنبياء وكل العهد القديم وخاصة العهد الجديد. سفر الرؤيا ولو هو موجه إلى 7 كنائس بشكل عام، أقول خلينا نقول رسالة موجهة إلى مثلا كنيسة فيلادلفيا، إلى كنيسة أفسس، إلى كنيسة فلان، كان أكو 7 كنائس أو 7 مجموعات مسيحية في آسيا الصغرى، ما هي تركيا اليوم، اللي كانوا راحوا إلى بيت العذراء بأفسس، إذا في جماعة كانوا راحوا، وكانوا راحوا بالباصات بهالسهل يقدرون يتذكرون أنه هالكنائس كانت في هذا المحيط ضمن يونان أيضا إلى فيلا. ولكن مفسرين الكتاب المقدس بسبب العدد 7 اللي هو يرمز إلى الكمال، اللي يرمز إلى الكمال، بسبب هذا العدد يقولون أنه الرؤية أو هالرسائل هي موجهة لكل مسيحيين، ولكن كل كنيسة عندها خاصيتها،
إذا تقرأون سفر الرؤيا قسم يأنبهم، قسم يمدحهم، يقول لهم أنت بعدك بفلان شيء زين، فلان شيء نقص إلى آخره. فهذا الشيء وكأنه كيقول إله أو كيقول لكل المؤمنين. حتما اللي كان قرأ سفر الرؤيا واللي ما صار عندهم المجال أن يعرفون هالمبادئ العامة اللي كان نحكي بها الآن يتحيرون من بعض الأشياء. الوحش اللي عنده مثلا كذا رأس، اللي عنده كذا قرون، اللي جاي من الشمال أو جاي من الشرق أو جاي من المكان الفلاني، اللابس الأبيض اللابس الأحمر اللابس إلى آخرين، العدد فلان 12 إلى سفر الرؤيا بسبب انتمائه إلى ما يسمونه الأسلوب الرمزي، يستعمل الرموز. فإذا سفر الرؤيا ينتمي إلى مجموعة الكتاب المقدس اللي تستعمل الرموز، ومن بين الرموز هي الألوان الأحمر الأبيض إلى آخره، هي الأعداد، هي أجزاء الإنسان، أجزاء جسم الإنسان، أجزاء جسم الحيوان، الجهات الأربعة، القضايا مع التضاريس الطبيعية بالأرض. كل هالأشياء هي مستعملة لإيصال فكرة. فلما يستعمل يوحنا الوحش عنده كذا رأس، ما لازم ندور أنه هذا الشيء معقول أو ما معقول، ما لازم ندور على هذا الشيء، لازم ندور ليش قال سبع رؤوس، ليش ما قال تسعة، ليش استعمل كلمة دراجن الوحش، ليش ما استعمل كلمة الفيل إلى آخر. فإذا لازم نعرف شنو هي مداليل هالكلمات لما يوحنا كان كيحكي ويحاول أن ينطي فكرة بها. هالفكرة راح نشوفها بعدين خلال محاضرات مالتنا إن شاء الله يوم الاثنين والأيام اللي وراء. فإذا هذا الأمر هو جدا مهم، لأنه كثير من الناس يتصورون أنه ما موجود في كتاب سفر الرؤيا هو حرفي مثل ما هو مكتوب بالنص. أي جزء من الكتاب المقدس إذا وقفنا عند حرفيته راح نخسر كثير. الحرفية ضرورية حتى نفتهم مثل ما قلت، ولكن داخل الحروف أكو رسالة. بولس يقول هذا الحرف يقتل الروح يحيي. مهم. إذن في هالحروف أحياناً المخيفة، أحياناً المفزعة، أحياناً اللي تدعونا لاتشاءهم، أحياناً تدعونا للفرح، لازم نشوف شنو هي الرسالة الموجودة داخل هال الرمزية، داخل هالكلمات، داخل هالألوان، داخل هالأعداد إلى آخره. فإذا مهم جدا يكون ببالك وضروري هسه خلال هالأربع خمسة أيام إلى يوم الاثنين الجاي بدو قرأ وتقرأون شوية بتمحيص، لا تستعجلون كثير، أوكي؟ وتبدون تقرون هالأشياء حتى لما نبدي نقرأ وأحاول أن أشرح قدر الإمكان حتى هذه الأشياء تستوعبوها. جدا مهم. وبالرغم
من أن الكتاب سفر الرؤيا يعتبر ضمن مجموعة كتب يسموها الأواخريات. الأواخريات يعني الأواخر، معناتها الأيام الأخيرة. ولهذا يعني بعض المذاهب، بعض الناس اللي يقفون عند حرفية الأمور لما يريدون يقول سنة 2000 كذا الدنيا راح تخلص، لأنه الكتاب المقدس سفر الرؤيا في الفصل الكذا والكذا ده يقول الكلمة الفلانية الفلانية، وده نشوف هذا الشيء حوالينا، إذن هذا الشيء راح يصير. هذا التوجه هو توجه خاطئ. ما لازم نقف نكون فريسة لكذا أفكار. ليش؟ ليش؟ أولاً الرسالة اللي هي موجودة داخل سفر الرؤيا وداخل كل سفر من أسفار الكتاب المقدس وداخل كل آية أو نص من نصوص وآيات الكتاب المقدس، راح نخسر معناها الحقيقي إذا وقفنا عند الحرف. ما ثانيا، أي رسالة من الكتاب المقدس هي رسالة غير صادقة. من منطقة رسالة تشاؤم، مسج مال تشاؤم من الكتاب المقدس، معناتها ده يروح تماما عكس. لأنه قلتوكم كل المسجز اللي بالكتاب المقدس هي رسائل أمل، رسائل الفرح بالانتصار. هذه هي الرسائل الأخيرة لازم نوصل لهذا الشيء، سوى الانتصار على الخطيئة، انتصار على الضعف البشري، انتصار على الشر إلى آخره. لازم أي رسالة من الكتاب المقدس اللي ما توصلنا إلى هذا الأمل الحقيقي راح تكون رسالة غير صادقة مع جوهر الكتاب المقدس. لازم تنطينا هذا الشيء، لازم تنطينا الأمل بالرغم من الظروف الصعبة اللي تمر بها. إذا أردنا أن نختصر سفر الرؤيا راح يكون هذا الشيء. فهو ما هو كتاب مخيف؟ كثير ناس يقولوا لي أبونا بديت كم فصل ودا أخاف، أنا بعد تركتونه ما أريد أقرأ سفر الرؤيا لأنه يخوف. ما أريد أقرأ. هذا كبير يقولون أنه يخوف لأنه دا يحكي على هذا العالم وما أدري شنو وإلى آخر. فإذا كل الأشياء، حتى الأشياء اللي للوهلة الأولى نشوفها مخيفة، لازم نعرف شنو البعد مالتها، شنو بداخلها، شنو الوجه ده ترمز، شريد توصلنا، شريد توصل. إذن باختصار هذا هو الشيء اللي حبيته أن أقولكم يعني اليوم. راح أعطيك مجال maybe about 10 minutes إذا عندكم أسئلة. أهلا وسهلا بكم.